رح يهدي لك أعصابك. عن جد شو هاد؟ شوية يانسون وشاي أخضر لقيتهم جوا بالمطبخ. كنت ساوي لإلك كمان، ما نمتي؟ حتى لو شربت ما رح أقدر نام، قلقانة على نيسان. ليش وين نيسان؟ طلعت هي وجي، يعني بصراحة الوقت تأخر كتير وأنا قلقانة عليها. إذا كانت مع جيم مو مشكلة. ليش؟ شو يعني ليش؟ قصدي تمام، جيم شخص موثوق فيه، برأيي من الأحسن تكون بالبيت ونايمة بغرفتها هلأ. يعني لا تواخذني فاروق بك، بجوز حضرتك تقول عني متخلفة، بس أنا تربيت هيك ولهلأ ما شفت الضرر من هذا الشيء. أكيد أكيد معك حق، بس طالما ضلت مع جيم لهذا الوقت فأكيد في عنده سبب. طبعاً هذا ما بيعني إني ما بقلق عليها، لهيك رح حكيها. كأنه ما عم ترد؟ بابا؟ نيسان؟ خير صاير شي؟ وينك لهلأ بنتي؟ طلعنا نتفتل أنا وجيم. ليش؟ ماشي، بس مو كأنه الوقت تأخر شوي؟ أوه صارت الساعة واحدة؟ لا تواخذني ما انتبهت، بعتذر. ولا بتعرف كنت خبرتك؟ بعرف بنتي، كل القصة أني قلقت عليكي. ما عاد تتكرر، بوعدك. تصبحي على خير. وأنت من أهله. تصبحي على خير نيسان. وأنت من أهله. بما أنه نيسان رجعت صار فيني أطلعنا، تصبح على خير فاروق بك. وأنت من أهله سراب. فيني فوت؟ طبعاً أختي سراب، تعالي. أحياناً أنت بتفاجئيني نيسان، يعني بحس تصرفاتك أكبر منك، وأنه اللي واقفة قدامي كبيرة بالعمر. اللي قلته مزبوط؟ حتى أمي الله يرحمها كانت هيك تقول عني. بصراحة في شغلات كتير مخبيتها جواتي. بس إنك تخبي كل شي جواتك مو صح، يعني على الأقل لازم تشاركي هالشي مع حدا. مثلا جيم، أكيد شاركتي بهالشي مو هيك؟ يعني إيه، أنا قريبة من جيم وبقول له الشغلات اللي ما بقدر أقولها لأي حدا. بس أنا موجودة كمان، إمتى ما حبيتي تفشي قلبك رح تلاقيني موجودة. إذا ما عندك مانع حابة أحكي شي أنا وياكي أختي سراب. بتمنى ما تفهميني غلط، أنا حابة هلأ أهتم بإخواتي وكون قريبة منهم. أساساً أنتي عم تهتمي فيهم. اللي بقصده يعني أنتي عم تقدري تعملي كل شي بسهولة وعم تهتمي بإخواتي وما قصرتي. عن جد أنا بتشكرك كتير، بس أنا بصراحة حابة أتحمل هاي المسؤولية وحابة أكتر أني أكون قريبة منهم. أكيد بشي يوم أنتي رح تتركينا، مو هيك؟ شو القصة؟ معقول ده أخلقك مني بيومين؟ لا لا، ما كان قصدي هيك بنوب. بصراحة أكتر شي مخوفني لما تروحي إنهم رح يزعلوا، ولهذا السبب بالذات أنا حابة أكون معهم من هلأ. أنتي عن جد إنسانة واعية وبتحبي إخواتك كتير، لا تقلقي
من بعد هلا رح انتبه. بتشكرك. تصبحي على خير. وانتي من أهله. أكيد بشي يوم أنت رح تتركينا، مو هيك؟ بصراحة أكتر شي مخوفني لما تروحي إنهم رح يزعلوا.